اذا الا ما جاوبتش على واحد السؤال كاين اللي غير ما كيجاوبش على السؤال الاول كيتخربق صافي كيمشي ليه كل شيء مشي التركيز ماشي كل شيء درتي 6 دروج كنت عطيتي واحد ثم شوف الاستفزاز الاستفزاز شي حوايج تستفزت بها شحال من واحد كيتقلق وكذا وانا استاذو كيهضروا معايا بهذه الطريقه راه كاينه تما في هذيك النقطه باش يعطيوك النقطه خصك تنجح في هذاك الاختبار يقول لك انت بعد الهيئه ديالك وقف انت صاحبي كتبان دقيق يهزك شي تلميذ اللي حكم الصفر سنين ما نكونش نكون جدي ياك نكون جدي وفي نفس الوقت لا انزعج لا انزعج بمعنى كنبتسم وكنجمع الضحكه في نفس الوقت وكنجاوب كنجاوب جدي اللي كتجي في الشكل اه ما يمكنش كذا واش حكرتونا واش كذا ولا كيبدا يدافع على راسو بغيا نتجاوز انا داك الشيء حيت علاش هما كيعطيوك وضعيات اللي غتحط فيها النهار تكون استاذ فكيختبروك واش غتنجح راه كاين اللي كيضربوه بالطواش المفتشين هذوك المفتشين كاين فيهم اللي براسين نيت هو هذاك الاستفزاز كيزيد حتى هما يكملوا عليها اولا شي حالات ديال شي سلوك مع شي متعلم شي متعلم قال لك شي هضره ولا شي تلميذه قالت لك شي هضره ولا كيفاش غتعامل معاه اول حاجه نجاوب بها هي ان داك الشيء طبيعي اي وضعيه يعني استفزاز تعطتني مثلا متعلم دار ليك ضربك بالطباشير متعلم تلقى لك في الطريق تلميذه قالت لك استاذ كنبغيك اي حاجه ممكن توقع بحال هكا نقول اولا هذا الامر طبيعي ان المتعلمين طبيعي يعني المرحله العمريه يعني الطبيعي فيها انهم يكونوا هكا يكونوا ضاصرين يكونوا مبرهشين يكونوا اذا عادي اذا انا كاستاذ راشد غادي نتعامل الا ما بانتش لي شي خطه ديك الساعه غادي نتعامل وفق على حساب هذاك التلميذ على حساب السبب اللي خلاه انه يدير داك السلوك على حساب نعم يعني لان بعض المترشحين شنو كيديروا ملي كيقولوا ليه تلميذ ولا استاذ كيقول لك تلميذ جا عندك في ثاني بكالوريا قال لك استاذ راه كنبغي وكتبدا مقلوعه بحال شي حاجه ماشي عاديه عادي اصلا خصني نتوقع داك الشيء نتوقع بان نقدر نلقى شي رساله فوق البيرو نتوقع بان التلاميذ يحطوا لي شي حاجه نزلك فوقها ونجي للارض نتوقع بان غنلقى في السبوره يضغط هنا يختفي الاستاذ ساعه في الجحيم فهمتي شي اي حاجه استاذ فلاني ولا يسميوني بشي سميه حتى الله يقول لك انت كتكرر يعني يعني وهذا الشيء راه هذا الشيء صحيح كيوقع هذا الشيء راه كيوقع واي استاذ اي استاذ كتكون عنده كلمه ولا جمله ولا ولا حركه كيبقى يعاودها كاين اللي كيبقى يعاود بحال هكا كاين اللي كيبقى يقول بحال هكا جميع كلشي عنده الحق وهذا راه اخطاء في الاستاذ كنقول بان هذيك الكلمه مثلا اللي قالوها التلاميذ راه الخطا ديال الاستاذ واحد التلميذه مؤخرا هي تلميذه مجتهده كتجيب عندي الاول العام اللي فات وانا كنكثر هذيك الكلمه ديال طيب باش ننتقل من طيب اذا نواصل طيب اذا نرجع طيب اذا شنو قلنا انا يلاه كنكتب في الصباره كنسمع كنفكر شنو غادي نقول هي تقول لي فلتت ليها طيب هي تلميذه مجتهده وكذا ولكن دائما المجتهد كيكون شويه مشاغل لك ما كنقرا ميسي واحد الاستاذ ديال علوم الحياه والارض كان كيقول لك كيكثر من بوم 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 صافي كلشي كيقول ليه بوم بوم معروف واحد المره كان خدت صوي خرج واحد التلميذ مشى عند الحارس العام باش ياخذ ورقه قال لي عيط ليه باش قال لي شنو عندك قال لي راه عندي مشكل مع استاذ بوم شوف اذا اي وضعيه استفزازيه نتعامل معها على انها طبيعيه نوجد ليها بعدا غيقولوا لي هذاك اللباس ما جاش معاه لما كتسمع
كيصلحش للتعليم. ولا مثلا خاصه ديال اللباس استاذ لابس هذاك الحمر مع واش الحمر كيجي مع الصفر لبستي الكحل غيجي في واد هذا الشيء اللي عطى الله وصاي بحال ما عندي شي مشكل ولا شي مشكل كلشي فيه خير وتنسي شي بشي كلشي فيه خير كلشي دايز شي مشكل هادشي كيوقع مثلا تلميذ كان هادشي كيوقع عادي هذه المرحله ديالهم وانا غادي نتصرف ان شاء الله باعتباري استاذ مربي هذاك المتعلم غادي نتصرف معاه تصرف عقلاني تصرف يعني ما نكونش انا ما نزلش لهذا وثم خصني نربيه بهذاك السلوك